السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أحمد عيطة، طالب في حاسبات تالتة علوم حاسب. عملت مشروع الـ AI لعبة باكمان، هعرض اللعبة دلوقتي. تمام. في الكود، في الجيم مانجر هو اللي بيهندل الستيت بتاعت الجيم، فهو بيخلي بالك من الأرواح، من روح باتمان والسكور والمالتي بلاير، عدد البيلتس اللي موجودة، حالة باتمان والجوست، النيو جيم لما أبدأ نيو راوند بيعمل ريسيت للستيت، النورمال ستيتس اللي هو الجيم بيبدأ على ايه، في الجيم اوفر لما باكمان بيموت، وفي السيت سكور وسيت لايفز حالة الجوست لما بيموت، وباكمان لما بيتاكل برضه، النقط اللي بياكلها برضه، السكريبت بتاع الصوت، وتشيك ان انا اكلت البيلتس كلها ولا، وطبعا الباور بيلت اللي بتخلي الاشباح تخاف منه امتى بتتاكل. النقطة نفسها اللي هي البيلت سكريبت بسيط فيه، بس الكومبوننت بيجيبه وبينده على البيلت ايتن لو عمل كولايد معاها، ولو اللي عمل كولايد ده يكون باكمان. الباور بيلت بتنهرت منها، بس بتوفر رايد الايت ان هي بتنده على باور بيلت ايتن مع بدل كده يعني. وده الموفمنت سكريبت، ان السبيد والسبيد مالتي بلاير، انيشال دايركشن، حاجات انيشالايزنج بس. بعدين اول لما السكريبت بيتنده بيجيب ال rigid body ويحط ال starting position في ال position اللي هو فيه حاليا، طبعا ال reset state في الأول خالص عشان نحط القيمة البدائية الأول. وبعدين هنا تتنده دي الأول، كل فريم تتنده نحسب ال movement اللي احنا نجيب ال position ونعمل translate على ال direction في ال speed في ال speed multiplier في ال time dot fix delta time عشان تبقى ثابتة باختلاف ال frames. في هنا ال set direction هو اللي بيستقبل اللي بيحدد قيمة ال direction الحالي، ودي إذا ما كانش يقدر يتحرك في direction حاليا بيعمل لها queue عشان لما يجي يلاقي الدايركت المتاح يمشي فيه.
وهنا لو occupied اللي هو اللي بيتشيب يقدر يمشي هنا كل ده. في الكود بتاع باكمان مجرد استقبال الانبوت بتاع اليوزر، هل هو up down right left، ويبعت الفيكتور 2 بقيمة هو طالع فوق ولا رايح شمال ولا يمين. وفي هنا روتيشن للسبرايت عشان شكله يبقى مظبوط وهو بيمشي، وطبعا الريسيت ستيت. النودز هي الجزء، أول جزء خاص بالجوست. النودز هي نقط موجودة في الخريطة، مش مكلفة بس هي موجودة في أماكن اللي يقدر الجوست ياخد ديسيجن فيها. فدي النودز الكود بتاعها إن هي بتتشيك ايه الدايركشنز اللي يقدر، اللي ما فيهاش حيطة يعني، ايه الدايركشن الجوست يقدر يمشي فيها. فهنا احنا بنشيك فوق وتحت ويمين وشمال هل في وول ولا لا. هنا تشيك هل في وول، لو ما فيش وول يعني نل، ما خبطش في اي وول، هيرجع قيمة الدايركشن ده ان الدايركشن ده available. الجوست طبعا بيبقى فيه movement وليه ريفرنسات لكل ال behaviors بتاعته، اللي هي هتبقى home behavior، scatter، chase، frightened. كل واحدة هندخل فيها حاليا، بس ده الجوست بلس نفسه. ده initialization بس للريفرنسات اللي متعرفة فوق. وال start طبعا بيبقى دايما فيها reset state عشان يبقى ال object initialized صح. بنعمل disable لل frightened state عشان أول لما الجوست بيبتدي ما بيكونش خايف من باكمان، وما بيكونش برضه بيلحق باكمان على طول يعني، بيبقى الأول بينتشر بعدين يلحقه بعدها. في ال initial behavior لو هو الهوم بنعمل disable، لو هو مش الهوم بنعمل للهوم ديسيبل عشان ما يفضلش في الهوم يعني، ولو الانيشال بيهيفير مش هناك بنعمل له انيبل عشان ما يعملش ايرور. في بعدين لو عمل كوليجن مع باكمان، هنا نكشف لو عمل كوليجن مع اي حاجة. لو عمل كوليجن مع باكمان بيتشيك، لو هو خايف منه بيقول ان الجوست اتاكل، ولو هو مش خايف بيكون باكمان هو اللي اتاكل. الجوست بيهيفير ده ابستراكت كلاس هينهرت منه كل البيهيفيرز اللي بعدها. في عندي طبعا بناخد ريفرنس للجوست نفسه اللي احنا عليه، والديوريشن بتاعت البيهيفير هتكون قد ايه. في اول لما بيعمل اويك بيعمل انيشالايز طبعا الاثنين دول الجوست ريفرنسات يعني. دي custom function on enable. ال enable بيعمل enable بال duration ال default، وال enable دي enable دي بتعمل enable ال script ب timer، يعني ال behavior هيفضل شغال لفترة معينة وبعدها يتقفل. بعدها نعمل invoke disable on duration، بعدها يحصل disable ونعمل cancel ال timer عشان نبقى نعيده بعدين. أول behavior هيبقى ال scatter. ال scatter behavior on disabled، أول لما ال scatter بيخلص بيفعل إن هو بدأ ما عادش منتشر، فبقى بيلحق باكمان. فهنا أول لما بيخبط في النود بنشوف هل النود مش null، وهل ال script ده enabled، وان هو مش خايف من باكمان لان الخوف بيبقى بيعمل اوفر رايد عليهم كلهم. ساعتها باخد راندوم رينج ويختار انهي اي دايركشن راندوملي من النوت من الافيلبل دايركشنز، بس بنمنع ان هو يروح من لنفس النود اللي كان لسه جاي منها عشان ما يقعدش يتحرك نفس الحركه كل شويه يحصل له ستوب. التشيس لو لما بيخلص الشيس بيبقى سكاتر تاني، وبعدها هنا بنعمل الـ on trigger enter
لما بيخبط في النود، وطبعا النود نوت نال ذيس انيبلد، ما هو شايف الباك مان. بنجيب دايركشن زيرو يعني، ونجيب مينيمم ديستانس هي حاليا ماكسيمم يعني عشان مفيش مينيمم موجودة. نعمل كالكوليت لكل دايركشن من النودز الافيلبل دايركشنز، لو كان وياخد اصغر قيمة، هل هو قرب لباك مان بانهي قيمة، واكتر قيمة بيقرب منه بيختار ويعملها هي المينيمم ديستانس لحد ما يلوب عليهم كلهم ويطلع ويعمل سيت للدايركشن ده من الموفمنت سكريبت. في الفرايتند بيهيفير بياخد الريندررز عشان يظهر الانيميشن الشكل، و بعدها هنا بنحوله اول لما بيحصل له انيبل بنقول انيبل ديوريشن بتاعت الفترة اللي هو هيفضل شغال فيها. هنا بنعمل انيميشن بس عشان ينور ازرق وابيض، وبعدين هنا برضو بقية الانيميشن. وأون ديسيبل أول لما يطلع بنرجع الجزء لحالته الطبيعية خالص اللي هو لونه العادي. وبعدين هنا الفلاش عشان عشان نعمل انشور ان هو بيعمل فلاش ابيض وازرق، مش عامل ازرق بس، ونعمل ريستارت الانيميشن. بعدين هنا بنشوف فانكشن الايتن، هل باكمان اكله ولا لا. فلو اكله، لو اتنده عليها بتنده عليها معناه انه ان الجوست اتاكل. فهنا بنعمل this dot eaten equal true، بنعمل تليبورت للجوست للريسبون اريا بتاعته، ونعمل انيبل للهوم بيهيفير عشان يعمل ريسبون من هناك. وبعدين بنبين عينه بس عشان هو اتاكل. و اون انيبل اول لما السكريبت بيشتغل الجوست وهو خايف بيبقى ابطأ شوية، فبنعمل السبيد ملتيبلاير عشان بيبقى موجود في الممكن سكريبت. و هنا بنعمل تشيك هل هو خبط في باكمان. لو هو خبط وهو فرايتن ديس نوت انيبلد، بيبقى بننده على فانكشن ايتن اللي هي فوق. هنا بنشوف الحركة بتاعته لما بيكون خايف عامل ازاي. هنقول if node not null and this dot enabled، بنعمل زي التشيس بس العكس. انا بجيب الماكسيمم ديستانس عشان هو بيحاول يبعد عن باكمان بأقصى حد ممكن، فبنلوب على كل الدايركشنز اللي موجودة في النود، بنعمل كالكوليت للبوزيشن بتاع الدايركشن وكالكوليت الديستانس بتوين ما بينها وما بين باكمان، ما بين الجوست وبين باكمان. ولو الديستانس أصغر بيعمل ال لو الديستانس أكبر قصدي بيسيت الدايركشن للماكسيمم ديستانس. الجوست هوم هو لما الجوست يبقى لسه في الهوم يقعد يطلع فوق وتحت كده، ده بنعمل ستارت للكوروتين علشان يقول الفونكشن كل فريم. بعدين هنا الجوست ايدل موفمنت بنعمل سيت للدايركشن، لو هو اللي فوقيه اوبستكل بيسيت الدايركشن للعكس عشان اول ما يخبط في الحيطه بينزل لتحت تاني، او يمين بيروح شمال. لما بيعمل اكزيت للترانزيشن يعني خلاص هيطلع من الـ من الـ هيطلع من الستيت بتاعت الهوم، بيلعب انيميشن اللي هو مش انيميشن يعني، هو بيطلع من الهوم من الحته اللي في النص دي الباب. فبنعمل ديسيبل للفيزيكس علشان نتحكم بيه يعدي من الكولايدر بتاع الوضع عادي. وبعدين هنا في الديوريشن والإلابس تايم على الديوريشن، نستخدم فانكشن ليرب عشان نحركه سموذلي من لوكيشن 1 للوكيشن 2، اللوكيشن اللي هو فيه لنص الهوم، وبعدها هنا من نص من اللوكيشن اللي هو فيه لنص الهوم. بعدين نفس الحاجة بس من اللوكيشن الانسايد اللي هو اللي في النص للاوتسايد. وبعدين نعمل سيت انيشال راندوم initial direction، ونعمل re enable لل physics عشان يبدأ يشتغل بال behaviors التانية. بس هو ده كده المشروع.
في يو اي وفي هنا السبرايتس، والكود موجود على جيت هاب.